أمراض الشتاء. من الأمراض المنتشرة في فصل الشتاء بشكل عام هي آلام المفاصل، وبيحدث آلام في المفاصل والعظام ده بسبب عدم قدرة الجسم على تحمل البرد. وكمان العامل التاني والمهم هو قلة نسبة الدم اللي بتصل للمفاصل. ومن أعراض آلام المفاصل ألم شديد في المفاصل وعدم القدرة على النوم أو كمان الحركة والشعور بالتصلب في المفاصل. طيب في حالة إن أكون مصاب بآلام المفاصل ودخل عليا فصل الشتاء، وكلنا عارفين إن الشتاء في تقلبات جوية مختلفة بتؤدي لانتشار العديد من الأمراض، زي ما اتكلمنا قبل كده عن الأنفلونزا في فصل الشتاء في الفيديو اللي فات، أو اتكلمنا في الفيديو اللي بعده كمان عن بعض المشروبات اللي ممكن تساعدنا، أو اتكلمنا كمان عن آلام الأذن الداخلية. طيب إزاي أحمي نفسي من آلام المفاصل في فصل الشتاء؟ واحد، لازم يكون في تهوية للمنزل بشكل جيد عشان يقلل نسبة انتشار الفيروسات أو ينقي الهواء من الجراثيم والفيروسات. كمان لازم نرتدي ملابس تقيلة في فصل الشتاء عشان تساعد على الدفء. كمان لازم نتجنب الأشخاص المصابين بأمراض الشتاء زي ما قلنا زي الأنفلونزا أو غيره. كمان نتناول الخضروات والفاكهة لأن هي طبعا بتقوي جهاز المناعة وبتدي طاقة للجسم. كمان لو أمكن ياريت نمارس الرياضة لو أمكن بشكل يومي عشان ننشط الدورة الدموية، فبالتالي نحد من آلام المفاصل.